بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد رحمة العالمين. ازاي اخد اجر اعتكاف شهر كامل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في ساعة؟ يعني كتير من الناس لما يطلب منه خدمة او مصلحة يعني يكسل، او هو لا يعلم انه بيضيع ثواب كبير جدا. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لان اخرج مع اخ لي لقضاء حاجة، او لم امشي في حاجة لاخي، خير لي من اعتكف في مسجدي هذا شهر. وفي رواية تانية شهرين، وفي رواية تانية الله اعلم بضعفها، يعني ربنا سبحانه وتعالى في العشر سنوات. سيب دي، خلينا في الشهر او الشهرين. طب انت تمشي في حاجة، الرسول اصلا قال تمشي في حاجة، ما قالش انك انت تقضي الحاجة، يعني تمشي، يعني مجرد ان انت بتحاول تقضي، مجرد محاولة القضاء فيها. يعني لو خدت واحد بعربيتك وصلته ووديته مستشفى، وديته لعيادة الدكتور، اخدت اعتكاف شهر مع الرسول في بيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف بقى اعتكاف شهر في الميزان تبقى قد ايه يوم القيامة. مجرد ان انت خدت واحد بعربيتك وديته المطار، خدت اصابة اعتكاف شهر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، مش اي مسجد، مسجد الرسول. رحت خدته من المطار عشان تاخد اصابة اعتكاف شهر. شفعت الانسان، مش عارف يشتغل في وظيفة، حتى لو انت قاعد في بيتك بالتليفون، ربما يعطيك الله سبحانه وتعالى بلاش اعتكاف شهر، اسبوع، نص شهر، لان انت طلعته من المخمصه، مش لاقي شغل، اتصلت بواحد قلت له شغل فلان ده، انا اثق في كفاءته وشغله. بس اهم حاجه احتساب الاجر. اوعى ترفض، اوعى ترفض اي خدمه تتعرض عليك لو انت قادر تعملها وتكون محتسب النيه دي. اي عمل يعرض عليك ما دام هو لا يخالف سنه الرسول عليه السلام وانت قادر ان انت تعمله، ده هدية من الله سبحانه وتعالى. ربنا بيديك، بيفتح لك باب عشان يديك ثواب. طب ما انت تقفل الباب، ربنا سبحانه وتعالى بيفتح لك باب خير، عايز يديك ثواب. كما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم: يساب المرء رغم انفه. ربنا بيحب انسان يديله ثواب غصب عنه مش بمزاجه، بانه يبتليه او يفتح له باب من ابواب الخير وهو قاعد كده، مش يجي له باب خير. ان الله اذا حب عبد استعمله. قال: كيف استعمله يا رسول الله؟ قال: استعمله في 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 في, في, في عمل